تقييم مكتسبات الزيارة التي قام بها وفد عن الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهدف الاطلاع على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، ولا سيما عمل هيئة الإنصاف والمصالحة. مثل موضوع للقاء تفاعلي نظم بمقر المجلس. كان هناك برنامج مكثف استعرضت فيه كل المفاصيل هذا الموضوع، بدءا من الحقيقه ومرورا بجبر الضرر سواء الفردي او الجماعي، ووصولا الى الذاكره، وانتهاءا بالاصلاحات المؤسساتيه والسياسيه والدستوريه وضمانات وتدابير عدم التكرار. خلال فتره زيارتنا للمجلس الوطني لحقوق الانسان تمكنا من اكتساب معارف كبيره حول التجربه المغربيه في مجال العداله الانتقاليه، واستوعبنا أن بها نقاط قوة ومسائل أخرى ينبغي العمل على تقويتها. العدالة الانتقالية عبارة عن مسار عمل يمتد على المدى الطويل. الهيئة التونسية للحقيقة والكرامة وخلال زيارتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اطلعت على سياق ونشأة العدالة الانتقالية بالمغرب والإشكاليات والدروس التي ميزت هذه التجربة، فضلا عن مسار الإصلاحات المؤسساتية وتفعيل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة ومدى تتبع وتنفيذ توصياتها.